ضاقوا ذرعا بارتفاع إيجارات محالهم المستأجرة من بلدية محافظة بابل بين الحين والآخر، فبعد أن كانوا يدفعون فيما مضى إيجارات منصفة أضحوا يدفعون الملايين دون تقدير للوضع الحرج الذي تمر به البلاد، فخرجوا يطالبون من بيده الأمر لإيجاد حلول لهم. هؤلاء هم أصحاب محل الحي الصناعي بمدينة بابل. هاي الحكومات من 2003 لحد الان جاي تجي مضرة المواطن، يعني هو الجراج باب وحده وساديها منا وساديها منا، وشغل ماكو، انه بيزودون ايجارات من 500 للمليون. ترى لا الله يقبل ولا محمد يقبل، يعني ترى هذا الحكي ما ادري، يعني جاي يجون مضرة المواطن. كانت ايجاراتنا يعني شلون تقول رمزيه 80 100، من اجت هاي حكومتنا احنا استبشرنا خير، قلنا اجت حكومه من جلدتنا راحت تملكنا المحلات، شو ما نعرف، يعني احنا من المية صارت ملايين، يعني احنا ناس كسبه، احنا نطالب المسؤولين بمحافظه بابل اللي المخمن اللي قاعد بالمكتب والتبريد ينفخ عليه وهو براحته يخمن، هذا 400 هذا 700 زين، احنا يعني هو من يخمن المحل 500,000 دينار يعرف انه رسومات وضريبه ومهنه واللجنه توصل للمليون، عنده علم بهذا الشيء لو ما عنده علم؟ آخرون قالوا أن دائرة البلدية تطالب المستأجرين ببدل إيجار سنتين، معتبرين ذلك ضربا من الخيال. الإيجارات يردون مال سنتين اللي قدام، احنا من يجري مال سنتين اللي قدام؟ سنتين تأمينات وسنتين إيجار وسنتين تنظيفات ولا أحد له عدة مال فني يروح يقعد بالبيت، لا يطلع كفيلك الله، لا يطلع ولا يشتغل ولا أمد. العدة ذني الملايين يجي يطيهن ويظل يدق يجمع فلاسين، يوم اكو 10 ايام ماكو. واحد الموظفين البلديه يدعى انه جاراتنا بالتفاليس، يعني شكل يد بها، واحنا طبعا قاعدين لا شغل عمل، الاجارات كلش غاليه، والسيطره باب محلي قباغل بالضبط، يعني كل شغل وعمل ما عندنا، اي سياره توقف ما نقدر لانهم السيطره تمنعها، فاحنا بيش مطلوبين، والاجارات يبدون من عندنا البلديه تزودها. فاللي نترجى من السيد المحافظ قيم مقام مدير البلديه اي واحد يعني يخلونا على إيجاراتنا. قانونيون أكدوا حاجة البلاد لتشريع قانون جديد يأخذ بعين الاعتبار المستجدات الاجتماعية والاقتصادية التي تمر بها البلاد، يحمي حقوق الطرفين المؤجر والمستأجر، موجهين دعوة للمعنيين لتلافي ظاهرة رفع بدلات الإيجار والقضاء التام على جشع أصحاب الأملاك.